ومن مسائل المسح على الخفين أن الإنسان لو توضأ ولبس الشراب ثم أحدث فمسح فخلع شرابه هل ينتقض وضوءه؟ أنا مثلا كمثال أتيت إلى الجمعة وأنا على وضوء وقد لبست الشراب، صليت بكم الجمعة، حصل مني حدث، فلما جاء العصر الساعة الثالثة مسحت على الشراب، فلما مسحت على الشراب أنا على وضوء خلعت الشراب، هل ينتقض وضوءي أم لا؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء لأن هذه طهارة ثبتت بمقتضى الشرع، فلا يكون هناك نقض الوضوء، يجوز لي أن أصلي بهذا الوضوء، لكن لما خلعت فأردت أن ألبس الشراب مرة ثانية لكي أمسح، نقول لا، لما؟ لأنك لبست الشراب هنا على طهارة مسح، لم تلبسها على طهارة غسل. في أمر مهم جدا لا يدخل ضمن هذه المسألة أبدا، تصور لما أتيت إلى المسجد لصلاة الجمعة وتوضأت ولبست الشراب أنا على طهارة، لو خلعت هذه الشراب أنا لم أحدث من قبل حتى أمسح الخفين، خلعت هذه الشراب ما ينتقض وضوئي، لما؟ لأني لم أحدث فيما مضى ومسحت، لأني لم أحدث، أنا أتيت إلى المسجد ولبست الشراب على طهارة فأردت أن أخلع الشراب، لا بأس بذلك، تصوروا لو خلعت الشراب على هذه المسألة وبقيت على طهارة وقدماي مكشوفتان فجاء وقت العصر الساعة الثالثة، فقلت ألبس الشراب، بما أنني على طهارة السابقة من حين ما أتيت إلى الجمعة للخطبة ألبس الشراب، أنا ما زلت على طهارة، لم أحدث، يجوز لي أن ألبس هذه الشراب وأمسح عليها، لما؟ لأن لبستها على طهارة سابقة. بعض الناس يتصور أنه لا بد أن يلبس الشراب من حين ما يتوضأ، هذا خطأ، لو توضأت وجلست لساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات وأنا على طهارتي وأردت أن ألبس الشراب بعد ساعتين أو ثلاث ساعات بعد الوضوء جائز ولا إشكال في ذلك.